ديك اختي طيري غير طيري. شوفوا لي دودو البنات فابور فابور يا الاخوات، خديت لي دودو لوليداتي، حاطين ديال الوليدات ديال الرجال ديال لي فام كلشي يا البنات فابور، كيردوا لك الفلوس ديالهم الاخوات، رومبورسي 100% يا البنات. احسن ما جربتي يا البنات اقسم لكم بالله عن تجربه لتبييض وتصفيه الوجه البنات، شي حاجه واعره غادي تجربوها ورحموا لي الوالدين عليها. الا مخف عليهم يا البنات اليوم في المارشي لي باسكيت ديال الكاس اليوم اختي غير 10 اورو كلشي كياخذ فيهم يا البنات 10 اورو 10. بارطاجيت معكم الهميزات حتى عييت حتى عييت البنات، جبت لكم 60 70 80 90% ولكن البنات 100% عمري ما جبتها لكم. ها انتم الاخوات شوفوا لي المشتريات ديال اختكم بشرى، والله القسم يا البنات الى 100%. شوفوا لي لي دودون كي دايرين اختي، هادو كادويات برعوا وليداتكم. شوف اختي لي دودون كي دايرين وكيحمقوا الكاليتي يا البنات، والله اختي تتصدمي في الكاليتي، كاينين ديال الصغار كاينين ديال الكبار كاين حتى ديالنا حنايا البنات. شوفوا لي لي دودون 100% غومبورس يا البنات، ما غنقول لك لا 80 ما غنقول لك لا 90 ما غادي نقول لك والو 100% اختي، داكشي اللي خلصتي كيرجع لك. شوفي لي اختي خديت وحده وخديت والله يا البنات اذا تصدمت وخديت الثانيه. ها هي البنات نتمنى تبان لكم باركه فيا واحد الشميشه ما شاء الله يا البنات. شتو الاخوات خديت جات هذه في الغوز، ها هي البنات الثمن ديالها 14 اورو 90، 14 اورو 90 البنات ردوها ليا، عطاوني اختي بونداشه. ها هو البنات بونداشه بلاتي نتمنى يبان لكم، ها هو اختي فيه بونداشه فيه فيها البنات 29 اورو 80، 29 اورو 80، يعني هاد لافيست هادي الاخوات دايره 14 اورو 90 وهادي البنات 14 اورو 99، راهم بورتاهم ليا فابور والله القسم البنات الا فابور. عرفتوا ما شاء الله جاوني بزاف ديال الميساجات، كنشكركم يا احلى اخوات. بعد السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم يا اختي، دخلت كي شي دران والله يا اختي الا كنتحمس زياده على اللزوم كنلقى اختي شي ميزه كنبغيكم تستافدوا، وانا ما بطع ليا امتى ندخل اختي للطوموبيلتي غنبارطاجي معكم هاد الميزه. والله البنات الا سمحوا لي وما تديوش عليا اختي، راه زعما راه من قلبي كنهضر والله القسم الاخوات. المهم زوينه ديالي كي شفتوا الصباح راه مشيت لكم الليدو، مشيت اختي للاكسيو عندي اختي الكاميو اللي شريت لولدي الكاميو البنات عيد الميلاد ديالو. شكرا لكم على الميساجات ديالكم يا احلى اخوات واحلى متتبعات، ان شاء الله في العشيه غادي نوجدين اختي داك الشيء قاده لي الحلوه البنات صايبتها لي البارحه البنات هكا باش تبقى في الثلاجه تجي زوينه ان شاء الله يعني غير بيناتنا فهمتوا البنات. المهم زوينه ديالي انا جاوني بزاف ديال الميساجات اختي بشرى سيري سوبر اي راه لي دودون غومبورسي 100% يعني ما جاني ميساج واحد والله البنات، ما جاني ميساج جوج بلاتي بعدا نبين الخاتم، ما جاني اختي الميساج الثاني والله يا البنات علاش غنقول لكم الا احسن ما خديت من اكسيو يا البنات. عرفتوا ما شاء الله باش زوين نقول يا بشرى من حاجه لحاجه، واش غنقول لكم البنات باش زوينه البنات كيجي على هذا الشكل هذا، يعني بالنسبه للاخوات اللي اليد ديالهم عامره كتقدري تزيدي فيه، الاخوات اللي اليد ديالهم ما رقيقه كتنقصي، يعني باش زوينه البنات يعني انت هي كتحكمي فيه. واش والله يا البنات عرفتي غسلت به الماعن، غسلت به يا البنات الماعن، غسلت به ما شاء الله الماعن، درت به الميناج درت به ما حيدتوش البنات، حيدته غير البارح يعني بدل درت الخاتم الاخر ولكن عقبت رديته البنات ما شاء الله الا لقيته هي البنات غير خوضوا والله البنات الا احسن ما خديت من اكسيو اورو 99. انا قلتها لكم البنات بقى لي في لاكيس غير اورو 9 عرفتي حمقني البنات كيجي هماوي في اليد والله البنات الا كيجي غزال ما شاء الله. المهم زوينه ديالي قلت لك جاوني بزاف ديال الميساجات البنات كيقول لي بشرى سيري سوبر اي، كنشكركم يا احلى اخوات كتشوفوا شي هميزات وكتعيطوا لي كتصيفطوا لي ميساجات البنات، تبقاو تدخلوا عندي دائما الانستغرام رجع اختي باش ما تجيش لي الشمس وجهي انستغرام البنات ديروا بشرى ليو ودخلوا عندي الانستغرام انستغرام بشرى ليو، راه كنهضر مع بزاف ديال الاخوات. شكرا لكم يا احلى اخوات. المهم ولادي جاوني بزاف ديال الميساجات بشرى سيري سوبر اي بشرى سيري سوبر ارسل ما شاء الله. والاخوات انايا ما نكذبش عليكم يعني قلت انا مادام غومبورسي 100% غتكون شي حاجه عيانه يعني شي كاليتي يعني مادام غومبورسي زعما كابغي يديروا لك كاليتي زوينه باش تغومبورس عليك 100% وصافي ما البنات ما عطيتش الامر اهميه ما نكذبش عليكم، ولكن بقوه الميساجات اللي كيجوني قلت هذا الشيء ما شي همزه كاينه هنا بشرى بشرى اش كديري انت مسجلة بسكوطاري خصكم بشرى هزات اختي مونطوها وصبر ديلتها. والله يا البنات من اكسيو اختي مشيت لسوبر اي قلت والله تمشي نشوف غير هاد لي دودون والله يا البنات تنتصدم بالكاليتي ديالهم، عرفتوا راه كيحمقوا ان شاء الله غادي نرجع ناخذ بهاد البونداشا نزيد جات اخرين. ها انتم البنات شوفي لي اختي الكاليتي عرفتي ارتبط بين البنات شوفي لي كي دايره من الداخل
شوفوا لي البنات هذه ديال ولدي زوين، خديت لاختي لاطي كبير نكذب عليكم ها نتوما البنات. هذه اختي شي دوك لي دودون اللي كتشديها وكديريها في كمشه، يعني ماشي دوك لي دودون اللي كيكونوا هكاك بحال لابسه شي فاش ولا. شوف اختي شوفي الكاليتي ديال الدودون، شوف شي الكاليتي يعني نديرها وسط يديها اختي، راه واعره 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 واعره. هذه اختي هذه راه تخلصيها ماشي رومبورسي وفلوسها حلال، وحق الله العظيم البنات ما كنتش كنظن هاد الكاليتي فهاد لي دودون هادو. شكرا لكم يا احلى اخوات واحلى متتبعات على الميساجات ديالكم، ويعني وعلى هاد يعني هاد الميزات هادو ربي يخليكم ليا. راه بزاف ديال البنات كيصيفطوا ليا بزاف ديال المكازات، اي مكازه كتعرفوها بغيتو نمشيو نصور ليها ولا بغيتو نمشيو لشي بلاصه خليوها ليا ماشي في التعليق، احسن البنات دخلوا عندي الانستغرام، راكم عارفين التعاليق ديالي كلشي كيقراهم الخبر في راسكم. الزوينه ديالي شوفوا لي الاخوات هانتوما البنات عرفتوا علم زويناتهم. خديت هذه في الزريرق حمقتني البنات ما نكذبش عليكم، ندمت لي ما المهم نرجع ان شاء الله ناخذ جات اخرين بهذا البونداج البنات زوين. المهم خديت هذه الزريرقه هذه السلسله ديالها فنه فنه 14.90 اورو، خديت هذه البنات بالزرق، خديت هذه زرقاء، وخديت هذه البنات ها شوف عرفتي راه زوين اختي. خذوا لوليداتكم خذوا تا كادو ياسر عجبتني ما نكذبش عليكم. شوفي اختي هاد الكاليتي ديال هادي ديال بنتي ها نتوما الاخوات، انا بنتي عندها 6 سنين خديت لها 8 سنين، انا لا جات قد حق دابا عندها البنات، لا جات هادو ديال الربيع ماشي يعني جات حتى ديال هاد الوقيته هادي، يعني هاد الوقيته مازال ما كاينش البرد بزاف فهمتوا، ديال الربيع ديال هاد الوقيته هادي زوينين البنات. انا بنتي 6 سنين خديت لها 8 سنين ولكن راه تجيها البنات تجيها واخا هادي 8 سنين تجيها. المهم خديت لها هادي، عطاوني بونداش البنات باش ما نطولش عليكم، عطاوني بونداش غادي نمشي هاد البونداش نتقدى به اللي بغيت اللي بغيتي، يعني كاع داكشي اللي شريتي اختي راه حلال عليكي فهمتوا البنات، ان شاء الله نرجع ناخذ اي حاجه. المهم هادو خديت هادو جات، ولكن انا غادي نرجع نزيد منهم جات البنات حيت كيعجبوني كاليتي غزاله. بالنسبه للكاميو البنات بدا تنجبدوا لكم هاد الكاميو اختي خديته، بغيت انا مع البنات راني حليته بغيت نشوف واش كيتمشى بالحجر ولا كيتمشى بالكتريك، زعما حيت قلت حليته عندهم باش قلتي الا كان تيتمشى بالحجر ناخذ ليها البنات الحجر، لكن عندي عن الحجر الصغير ديال الدار ولكن لقيتو البنات الكتريك زوين. هانتوما البنات اللي باغا تاخذوا لولدها والله الا زوينه البنات، ما طيقتش انا بانه هذا الكاليتي هذا شوف البنات كي تيجي بغيت غير نوريه لكم زوين، بقى لي ب 15.99 اورو، هذا هو اللي خديت ليه وقولوا لي الراي ديالكم البنات عرفتوا علم زويناته، يعني كيخدم هنا كيتشرجى البنات بالحجر، ها هي التليكوموند ديالو البنات كيجي بالتليكوموند ديالو كيتشرجى البنات، راه ماشي بالحجر راه كتعرفوا كاين بزاف ديال اللعاب اللي كتقولي بالحجر بهادي بهادي يعني كتعكزي فهمتوا البنات. هذا اختي خديته ليه ب 15.99 اورو وي 16 اورو، ها هو تكتبوا لي في التعاليق البنات واش عجبكم. المهم خديت هذا، وبالنسبه للبنات ليدل خديت منه هذا الصابون ديال البنات سلاليه، خديت هذا واعر 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 واعر. الا لقيت واحد الميساج غنخلي لكم، واحد البنت قالت لي اختي الله يرحم لك الوالدين بشرى قالت لي حرق لي كاع داك الحبوب اللي في وجهي هذا ديال الخرقوم البنات، انا سلاليه زدت واحد وخديت الكريم ديالي البنات، ها هي لقيتها باقا محطوطه حيت خفت لا تقطع ولا شي حاجه، هذه هي الكريم اللي كندير انا حاليا في طحال، هادي الكريم اللي كندير انا حاليا البنات خديتها من ليدل زوينه 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 زوينه، هي اللي كندير دابا حاليا البنات خليها لكم ها نتوما البنات، هي هادي عرفتوا راه واعره، هادي اللي كنستعمل انا البنات ها شوف عرفتوا راه واعره 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 كتعجبني ها نتوما البنات، هادي هي اللي كندير زوينه اصلا هي اللي دايره دابا والله القسم الا زوينه، وفي ساعه كيجربها الوجه البنات عرفتوا راه في ساعه كانت معقداني ديك الرساله ليا داك اللي قلت لكم ما تشريوهاش ديال نيفيا ما كيبغيش البنات يشربها ليا وجهي وكندير وخاصني نبقى نتسنى شحال من مره كنبقى ندير بحال هكا تيشربها ليا ايه اختي لا هادي كديرها كيشربها لك الوجه ديالك وباش كيعجبني يعني بحال دابا درتيها في الصباح حتى الليل كتحسي بالوجه ديالك ماشي ناشف، كاينين شي كريمات يعني عاد توصل ديك العشيه كتولي تحسي بالوجه ديالك بدا كيتجبد، يعني بدا كينشف، فهمتوا البنات هذوك ما كنحملهمش انا، هذه زوينه ايدراتاسيون 24 ساعة فيها فيتامين سي البنات، واعره واعره كننصحكم بها الاخوات، خديت هذه البنات، خديت هاد 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 اسميتو انا نوريه لكم، خديت هاد البوتيلو هذا، عرفتي البنات واحد تقولي بات تقول ولكن معليش، البنات هذا هو البوتيلو بارطاجيت معاكم شريت من ليدل، ديته معايا البنات قلت لها لقيت 40 شونجي البنات، نرد لهم 39 وناخذ 40 حيت عجبني وحمقني البنات زوين، ولكن المشكلة هاد السلسلة راه غاديكور،
هاد السنسله مثلا كان كيحسب ليا واش السنسله كتهبط. ها هي البنات يعني انا داكشي باش خديت 39 دابا منين هادي ما كتهبطش بغيت الربعين البنات وما سخيتش بما بغيتش نردو اليوم البنات ديته معايا وانا رديته فهمتوا ما لقيتش الربعين تنمشي ديال لا بغيت نشوف الا لقيت فيه الربعين ها نتوما البنات نشونجيه بالربعين ما لقيتش الربعين اختي غنبقى نلبسو بلي باموس فهمتوا نبقى ندير دائما لي باموس ولكن راه كيحمق يا البنات زوين زوين راه باقي حاطينهم في اليد غير هما اللي طايه البنات كتلقاي لي غير هادي البنات راه ماشي كتحل انا راه كان كيحسب ليا تيتحل ما كتحلش البنات غير ديكور فهمت التزوينه ديالي المهم كنتمنى يا ربي هادشي ينال الاعجاب ديالكم اختكم عرفتي كيجوني ما شاء الله بزاف ديال الميساجات واختي بشرى واسري لنا المارشي واختي بشرى واسري لنا المارشي ها هي اختكم بشرى غنمشي للمارشي البنات مارشي اوبيس باذن الله نتوكل على الله سبحانه وتعالى غادي نمشي ندير لكم جوله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم اي حاجه لقيتها غادي نبارطاجها معكم ما تبخلوش عليا بالجيم والبارطاج والكومونتيرات ديالكم الزوينين يا احلى اخوات واحلى متتبعات ونبداو على بركه الله اخواتي الجوله ديالنا اول حاجه غادي نبدا لكم يا البنات بالتواب عرفتوا يا البنات بزاف ديال الاخوات اللي واقفين كياخذوا فيهم كيحمقوا شوفوا يا البنات اخر ما كاين عرفتوا راه واعر 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 اول مره كنلقى هذا الموديل هذا عرفتوا بعدا عيطت للوالده ديالي حمقها يا البنات غناخذ لها واقيلا هذا الكاشيري هذا شوفوا البنات كي تيجي يجي هكا جليل بات قفيطنات الاخت باغا تاخذ منه ثلاثه ديال اللوينات كاين الكاشيري شوفوا يا البنات هذا الخزي هذا عرفتوا راه واعر واعر البنات اخر ما كاين اختي في التواب ديريه جليل بات قفيطنات واعر واعر كاين فيه هذا الخزي ميليتيغ شوف البنات الاخوات كلهم واقفين عليه كاين فيه الكاشاري كاين الكريك باغا تاخذي انت الكرياك الكريه البنات وكاين فيه حتى بلومارين عرفتوا راه واعرين حمقني اول مره كنلقاه وشوفي لي اختي السومو ديالو شوفي لي اختي اخر ما كاين البنات في الاتواب كيحمق كيحمق هذا السومو هذا زوين اللوينات ديالهم كاملين زوينين شوفوا لي البنات السومو وكاين حتى في النوار شوفوا البنات النوار ديالو عرفتوا راه كيحم كلشي كيسول عليهم سي 15 اورو 3 مات 15 البنات 15 اورو الثوب ديالو كيجي طايح وزوين يا البنات يجي جليل بعد تقفيطنات اخر ما كاين في المارشي عرفتوا يا البنات شحال حمقني هذه البنات كتجي مبره زوينه كتجي البنات بالعقيقه البنات والموزون 30 اورو 3 متر البنات للتفصيله شوفي لي اختي الزريرقه ديالها اللي باغا تفرح مينتها كادويات يا اختي شوفي ليا اللي كنتيا 30 اورو البنات للتفصيله والرخا والرباخه يعني هذه فيها 3 متر البنات 3 متر ديري ليها 30 30 اورو البنات جابوا لكم هاد الجوهره يا البنات كتجيب الموزونه جوهره اول مره كنلقاها شوفوا يا البنات دير لها 20 اورو البنات 3 متر البنات هذه راه كتجي اختي بالموزونه دير اول مره كنلقاها الجديده اختي ديال المارشيات 20 اورو 3 متر البنات كلشي كياخذ فيها شوفوا لي شويبي باردون مدام شوفي شوفي اوكي سي بون بغات تاخذ السيده قالت لي بغيت ناخذ هذه وباغا ناخذ هذه زوينه سي تري جولي عرفتي شنو فنه فنه البنات ديري لها 20 اورو 3 متر هذا اختي راه الجديد ديال المارشيات حمقاتني الناس كلهم كياخذوا فيهم شوفوا يا اختي التليجه مبره واخواتنا الجزائريين كيقولوا لها قطيفه الهواء عرفتوا راه واعره يا البنات فنه 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 هذه اختي كيقولوا ليها 60 اورو البنات 3 متر 60 اورو 3 متر ولكن كتبقى غزاله ما شاء الله هي الاخوات فيها اللوينات شوفي لي يا اختي متتبعاتي كيقلبوا يا اختي في التويبات قالت لي يا اختي متتبع زوين هذا الثوب ديالو زوين 10 اورو البنات 3 متر قالت لي هذا راه واعر زوين يا المسكين هذا الموديل هذا وكاين حتى في الخضيدر عرفتوا علم زويناتهم غير اللي ما بغاش يتبرع كاين في النوار حتى هو ما شاء الله يا البنات اللوينات ديالو كلهم غزالين هذا اختي 3 متر غادي يجي يجي هذا يعني هكا قفيطنا تيجي زوينه البنات والله الثوب ديالو غزال وحتى اللوينات ديالهم زوينين البوتيو اللي كنت شريت من عند السيده اللي دايره دي ستوكاج البنات راه باقا دايره دي ستوكاج هذا هو البوتيو اللي خديتها يا اختي صاحبتي جات معايا اليوم ها هي البنات غادي تاخذ بحاله عرفتوا راه كيجي واعر يا البنات خدات بحاله البنات غيبقى لكم قالت لنا 20 اورو 20 البنات راه الثمن ديالو داير 40 اورو غادي يبقى لكم 20 اورو راه دايره دي ستوكاج وباقا دايرها البنات كتكون في مارشي اوبيس ديمونش وكتكون في زيتازوني وكتكون حتى في مانغيت البنات زيتازوني سامدي وفي مانغيت جودي اي سامدي الاخوات راه دايره دي ستوكاج في البوتيويات كلهم عرفتي كلهم يا البنات دير لهم 20 اورو كانوا دايرين 40 اورو عجبوني هاد الصابويات هادو كانوا دايرين لهم 25 اورو ديري لهم دابا 15 اورو البنات شوف كلشي 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 كياخذ البنات من 25 اورو غيبقاو لكم غير ب 15 اورو
زوين غتاخذيه. لا لا مانيفيك زوين. هو اللي خديت انا خوه ب 40 اورو ب 20 اورو الثمن ديالو 40 اورو. شو ما تعلم زوينات. وانا صاحبتي كتلبس غير 37 انا راه خديت 40. الصحه والراحه. شوفوا يا البنات هذا البوتيو هذا شحال حمقني 15 اورو يا البنات. هادو راه كانوا دايرين 40 اورو ديري لهم 15 اورو. عرفتي واحد الكاليتي غزاله كتعجبني البنات الكاليتي عند هاد البنت هذا هاد البنت هادي فريمون داكشي كيحمق كلشي 15 اورو يا البنات كلشي كلشي. والهي هادي راه لي باسكيت 10 اورو. شوفوا البنات الموديلات شوفي لي اختي هاد الباسكيت هادي كتقيس فيها الاخت علم زوينه تاهي البنات هي قيساتها فنه. هاد الموديلات البنات دايرين لهم غير 10 اورو 10 اورو يا البنات. كانت دايره لهم 25 اورو دايره لهم 10 اورو كلشي من الديستوكاج. شوفوا لي هاد الصبابيط هذا اللي بغات تفرح ميمسه عرفتي البنات هادو راه ما عرفتش شحال كانت دايره لهم اليوم اختي 10 اورو كلشي كلشي كياخذ فيهم البنات. لي باسكيت فين هما؟ هاد الموديل عجبك؟ اللي خدات السيده وي سي مانيفيك سلويله زوج وي 10 اورو. حيد الميكا حيد الميكا الزين عجبتها الباسكيت صاحبتي 10 اورو البنات عرفتوا راه واعرين واعرين 10 اورو كلشي كياخذ فيهم انتم البنات 10. شوفوا يا البنات ديري ليكيداسيون اليوم في المارشي. شوفوا يا اختي اغماس كنت بارطاجيتها معكم ب 13 اورو اليوم البنات كلشي 8 اورو عرفتي علام زوينتها اغماس اختي. كاينه البنات في النوار وكاينه البنات في الباج من 13 اورو البنات اليوم غير 8 اورو اختي 8 اورو. والله يا البنات الا الصباح كانت واحد الشميشه يا اختي وما شاء الله تقلب الجو يا اختي وصبات الشتا. شوفوا البنات هذا الموديل هذا كاين كلشي كلشي البنات ديروا له 8 اورو يعني خودي هادو كانوا دايرين 13 كلشي البنات 8 اورو اختي اليوم في المارشي. غير اختي اللي ما بغاش يتبرع تاع هذا الموديل غزال 8 اورو البنات. وانا مخاطفه عليهم يا البنات اليوم في مارشي اوبي. شوفوا لي كتاخذوا الرولو يا البنات فيه ثلاثه البنات من هادو كيبقاو لكم ب 5 اورو 5 اورو يا البنات. وكتاخذوا ثلاثه ديال بابي ديال طواليس البنات ثلاثه ب 5 اورو. مارشي اوبيس راه كاين البنات اون فاس مع مول التوب كيكون البنات كل حد هانتوما ثلاثه يعني 30 بياسه ب 5 اورو والرخه والرواخه. شوفوا متتبعه ديالي اختي شوفوا لي بصحتكم اختي بصحتكم. عرفتوا يا البنات شحال حمقوني هاد الزربيات يا البنات عند هاد السيد هذا اكبر واحد هنا في المارشي كيبيع الزرابي وكيبيع الريدويات البنات. عرفتوا كيحمقوا حمقتني هادي زربيه 40 اورو البنات 40 اورو وفيهم لي طاي. شوف كي دايره يا البنات شوفوا لي شوفوا لي كتحمق زوينه كاين فيها البيض فيها الكريه البنات فيهم بزاف ديال الموديلات ولي طاي كلشي كيحمق يا البنات عندهم هانتوما. هادو راه فني راه ما كيزلقوا ما حتى شي حاجه. كاين هذا الموديل هذا البنات 25 اورو. هذا الموديل هذا شوف هذه راه ما كتزلق ما والو كتدخلي اختي حتى لا ماشين 25 اورو يا البنات. فيها هذا القيوي هذا البنات وفيها حتى هذا البيض هذا عرفتوا راه ما شاء الله. شوفي لي اختي شوفي لي حاطه لكم البنات هذو ديال هاد سميتو كفرليات بالمخده ديالهم 10 اورو بالمخده اختي. شوفي لي اللوينات هانتوما البنات كتاخذي الكفرلي بجوج مخدات ديالو يا اختي. شوفوا لي البنات 10 اورو و10 اورو الرخا والرباخه فيهم اللوينات ما شاء الله. البنات بغيت نبدل الريدويات ديالي فهمتوا هاي اختي معايا صحيبتي البنات وجيت بغيت ناخذ موديلات هكا وان شاء الله غادي نبارطاجيهم معاكم فهمتوا. حرت ما عرفتش شنو غادي ناخذ انا بغيت هكا في القيوي فهمتوا البنات. عجبني هذا كي جا كزين هذا الموديل هذا زوين عجبني هذا بغيت البنات يعني بغيتهم في القهيوي غناخذ ريدويات ان شاء الله. انا غنقول لكم عنده ريدويات زوين هذا الموديلات دير لهم 15 اورو فنين يا البنات عند هذا السيد هذا عرفتوا راه كيكون في المارشي عنده الزرابي عنده اي حاجه بغيتوا البنات عنده كلشي كلشي. هو اللي خديت من عنده الريدو اللي كنت بارطاجيت معكم الى عقلتوا. وكاين البنات هذا الموديلات 10 اورو هذو انا بغيت ديال 15 اورو ما بغيتش هذو ديال 10 حتى هذو ديال 10 البنات زوينين يعني عنده موديلات فنين 10 اورو البنات هذو غزالين ولكن هذوك ديال 15 عجبوني البنات هذو كيبقاو 10 حتى هما زوينين فهمتوا الاخوات. بون زوينه ديالي هذا هو اللي خدينا القرار ديالي غادي ناخذ هذا البنات باذن الله وخديت هذا الريدو هذا معاه حتى ان شاء الله تقولوا لي الراي ديالكم البنات فهمتوا. هذا غادي ناخذ جوج من هذا وهذا البنات باش نبدل وصحيبتي غادي تاخذ جوج من هذو البنات تاخذ جوج من هذو حيت بديروا على حساب السديدرات ولا المهم على حساب الشومبره ديالها. قالت لي غيجيني هذا اللوين هذا عنده فريمون موديلات واعرين البنات عجبونا هاد ليغينغ هادو. شوف شحال كانوا دايرين دايرين 39 اورو 90 غيبقاو لكم البنات 8 اورو يا اختي صاحبتي غتاخذ واحد وانا غناخذ واحد. شوف 36 و 40 غناخذ ال اكس ال البنات من 39 اورو 90 غيبقاو غير ب 8 اورو 8 اورو. شو كيدايرين من الداخل وري وري الزين شو كيدايرين شوفها عرفتوا سخينين يا اخوات هادو هما ديال هاد الوقيته عنده طاسي كان زوينين البنات. شوفوا لي السايكان 79 اورو سيكم يا لسان
15 اورو. شوف من 79 اورو ل 15 اورو يا الاخوات، عندهم موديلات زوينين ما شاء الله. بغيت ناخذ اختي واحد الكادو الراجلي البنات عجبوني هاد الصيك، انا عندو عرفتي غزالين واعرين، قال لي كنبيعهم بحال الخبز. البنات كانوا دايرين 69 اورو ودير لهم 10 اورو ديزو غير الناس، علام زويناتهم كيبقاو ديال لا مارك من 69 اورو ل 10 اورو. تتقولوا لي اختي الراي ديالكم، هانتوما البنات 10 اورو من 69 اورو ل 10 اورو. صويا البنات عجبوني هاد السرولات هادو، كانوا دايرين 39 اورو، ها هي اختي غيبقاو لكم ب 10 اورو. فيهم الكحل وفيهم الزرقاء، ناخذ انا الزرقاء البنات، عرفتوا فنين واحد الكاليتي غزاله. فيهم لي طاي البنات 10 اورو 10 من تخون تنافو 10 اورو. عرفتوا البنات هاد السيد هذا كيبيع داك الشيء ديال ماشي جديد بحال ايمايس البنات هنا في مارشي اوفيسيو. السيده خدات من عنده هاد مولينيكس هادي خلاله قلت لي بحال 25 اورو. عرفتوا البنات ها كدير الطبزير هادو لي زيب بيس العطريه، والله الا كانت عند الوالده عرفتوا راه واعره يا البنات بشرى، والله حتى بشرى. وهذا الكاس ديال العصير البنات اعزكم الله، انا اختي جيت للطواليت اعز ربي يحفظك الزين ديالي، هو المحل ديالو اونفاس مع الطواليت، راه عنده الكوكوتات عنده البنات اي حاجه بغيتوها كتلقاوها عنده.